hello everyone, i'm rania kalik and this is dispatches coming to you from beirut, lebanon. today i'm joined by sheikh na'im ressem, the deputy secretary general of hezbollah, one of the most consequential political forces in lebanon that began as a resistance organization against israeli occupation and has grown to become one of the biggest regional players against imperialist forces across the middle east. sheikh na'im ressem, welcome to the show. <laughs> so, to begin, you know, hezbollah emerged as, a, as this small movement in south lebanon resisting israeli occupation, but like i mentioned, it's grown into this army that stretches across lebanon, syria, iraq. it even helps the houthis. and your enemies were once limited to foreign occupiers, but have since 2013 also included al-qaeda and isis. so my question for you is, how has your movement changed? And what is your purpose today both domestically and regionally? And Hezbollah Hezbollah sanat in 1982, the menin can al to al-merkazi Israeli muajehat al Adul Israeli al-Muhtal lil Ard man this tahrir And al building of bina Hezbullah man muntalak Islami Huwa li الجهاد في سبيل الله في مواجهه اسرائيل لتحرير الارض. عندما تطورت الامور اكثر لاحظنا ان هناك ايادي اسرائيليه تمتد الينا من غير ان تكون اسرائيل مباشره منها مثلا جماعه داعش والتكفيريين الذين أتوا إلى العراق وسوريا وأتى بهم الغرب وأمريكا ودول الخليج من أجل ضرب سوريا كجزء من محور المقاومة. وهنا وجدنا أن داعش والتكفيريين الذين دخلوا إلى لبنان من المنطقة الشرقية، هؤلاء يريدون التخريب علينا في لبنان ويريدون مواجهتنا ومواجهه سوريا ومواجهه العراق وجدنا ان المواجهه مع التكفيريين تخدم معركتنا في مواجهه اسرائيل من اجل ان لا نسمح لهم بان يسيطروا وان يتمكنوا من التاثير وهذا يساعد اسرائيل في الحقيقه لو كانوا مؤثرين. إذا نحن لم نذهب إلى قتال داعش ابتداءً نحن نقاتل إسرائيل ابتداءً لكن اعتبرنا أن داعش تقوم بوظيفة تخدم إسرائيل برعاية غربية ولذا اتجهنا إلى هذا القتال الذي نعتبره حماية لمحورنا محور المقاومة وفي آن معا حماية للبنان وحماية من مواجهة إسرائيل نحن لازلنا على قناعتنا الأولى تصويبنا على إسرائيل من أجل أن نحرر الأرض هذا هو الهدف المركزي كل ما نقوم به إضافة إلى ذلك إذا كان يصب في هذا الهدف نقوم به وهذا ما فعلنا Many outside observers and even some of your Lebanese adversaries as well as American officials

في مقاومتنا للعدو الاسرائيلي استطعنا ان نحقق انجازات لم تحققها دول. استطعنا ان نخرج اسرائيل من لبنان بعد ان وصلت الى العاصمه بيروت واستطعنا ان نواجه الحرب الكبرى في تموز سنه 2006 وانتصرنا فيها ضد اسرائيل وايضا استطعنا ان نمنع الاماره التكفيريه التي ارادوها في منطقه البقاع سنة 2017 هذا أعطانا قوة وأيضا أثبت بأننا شجعان ونستمر في الميدان. بسبب هذه القوة التي لدينا على المستوى العسكري والشعبي والسياسي أصبح لنا تأثير في لبنان على قرارات لبنان على مستقبل لبنان على تحالفاتنا في داخل لبنان ولذا هم يقولون اننا نمسك بلبنان، الحقيقه لا لبنان منوع طائفي وكل عددنا النيابي نحن يساوي تقريبا 13 14% من عدد النواب وهناك طوائف كلهم مؤثرون لكن نحن الفصيل المنظم الدقيق الذي يلتزم بعهوده الذي يعمل لمصلحه الناس ولذا ظهرنا كفئه مميزه ومؤثره. نعم نستطيع ان نقول ان حزب الله مؤثر كبير في لبنان لكن لسنا نحن الذين نسيطر على لبنان ولا قدره لنا على ذلك، هناك اطراف اخرى نتعاون معها. And you know, to add to that, another criticism that often comes from the same people, from the Americans, from your adversaries in Lebanon, is that Hezbollah is a proxy of Iran. You know, Iran is really in charge. How do you respond to this criticism? Is Hezbollah a proxy of Iran? Are Hezbollah and Iran separate? What's the relationship there? Our relationship with Iran, Alaka Jaidah. وإيماننا بالولي الفقيه الإمام الخامنئي هو إيمان ديني كما أن المسيحيين يؤمنون بمرجعية البابا بالنسبة إليهم وكما أن أي جهة دينية في العالم تؤمن بمرجعية في مكان معين نحن نؤمن أن القائد الإمام الخامنئي هو مرجعيتنا الدينية، وهذا على المستوى الثقافي والفكري أمر عادي وطبيعي. العبرة هو بما نفعله على الأرض. أنا أريد أن أسأل، ما الذي فعله حزب الله على الأرض، وتبين أنه يعمله من أجل إيران؟ إذا كنا نتحدث عن مواجهة إسرائيل، هذه قناعتنا، لان ارضنا محتله. واذا كنا نتحدث عن مواجهه التكفيريين داعش، هذه قناعتنا، لانهم يريدون السيطره على اماكننا. واذا كنا نرفض ان يكون لبنان تابع لامريكا في الاداره السياسيه، فهذا لاننا نريد الاستقلال نحن كلبنانيين. كل الشهداء الذين قدمناهم في مواجهه العدو الاسرائيلي هم شهداء لبنانيون، حزبنا هو حزب لبناني، الانجازات التي انجزناها في لبنان انجزناها لنا ولنا مصلحه، عندما نقول تحررت الارض او ادينا خدمات للناس او استطعنا ان نبني تحالفات سياسيه من اجل استقلال لبنان، هذا كله خدمة للبنان. نعم، ايران سعيدة بما نقوم به، هذا حقها. ومن الطبيعي كل من كان له قناعات مشابهة في كل العالم وليس في ايران فقط، سيكون سعيدا بانجازاتنا لاننا نعمل بطريقة وطنية، نحن لا نعمل بالوكالة عن احد، نحن نعمل كلبنانيين ومن حقنا ان نعبر عما نقوم به. So, to bring it more globally, you know, Hezbollah emerged during the Cold War, achieved some of its greatest victories at that time, at this time of a kind of unipolar American hegemony dominance. Um, but the world has changed since then. Uh, America was defeated in Iraq, in Afghanistan, which led to calls for a less direct form of hegemony. And at the same time, we have the rise of powers like China. Um, and even smaller, sort of medium sized powers like Iran and Turkey, and they're able to project force and economic influence beyond their borders. Do you see the former US led world order collapsing and a new multipolar world forming? And if so, what would a multipolar world mean for Hezbollah? قبل, uh, 89 كان العالم مقسوم الى شرق وغرب وكان السيطره موزعه بين امريكا والاتحاد السوفيتي. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في سنه 1989 اصبحت الهيمنه احاديه من قبل امريكا وحاولت ان تستغل هذه الهيمنه للسيطرة على الشعوب على البلدان ولتقوم باحتلالات مختلفة كما فعلت في العراق وافغانستان واماكن اخرى من اجل الاستئثار بالموارد ومن اجل السيطرة على البشر في كل مناطق العالم حيث تستطيع. لكن تبين ان شعوب العالم لا تقبل هذا النوع من الهيمنة. كل شعب يحب ان يكون مستقلا وان يكون له خيراته وقدراته ومستقبل اطفاله لذلك بدات الامور تتغير اليوم نحن في مشهد سقطت فيه الاحتلالات الامريكيه ولم تنجح وهناك بلدان كثيره مثل ايران تركيا كبلدان عاديه لا تقبل هذه الهيمنه هناك دول كبرى مثل روسيا الصين حتى الهند باكستان وبلدان أخرى لا تتحمل أن تكون أمريكا هي مهيمنة وتقرر ما تريد وتستلب حقوق الشعوب لذلك نحن الآن أمام مشهد جديد في العالم هذا المشهد يقول لا للهيمنة الأمريكية وهناك عالم سيكون فيه تعدد اقطاب بالنسبه لنا كحزب الله هذا امر ممتاز وهذا منسجم مع حق كل شعب من الشعوب ان لا يكون تحت امره شعب اخر او ان لا يكون تحت امره قياده لقياده سياسيه في شعب اخر لذلك مرتاحون للنتيجه وهذا امر طبيعي لا يمكن لاحد ان يختصر البشريه بظلمه واستبداده واستعماره، كل الاستعمار خلال القرون السابقه وكل الهيمنات التي حصلت خلال القرون السابقه كلها سقطت، اين الامبراطوريات؟ اين الامبراطوريه الرومانيه، الامبراطوريه البيزنطيه، الامبراطوريه الفارسيه، كل الامبراطوريات سقطت عبر التاريخ، وهذا ايضا سيحصل الان وهو يحصل نحن سعداء ان نظريه القطب الواحد سقطت. How do you see war in this and order? في رأيي ان الحرب الروسيه الاوكرانيه هي مشهد من مشاهد التحول الى عالم متعدد الاقطاب. وايضا مشهد من مشاهد فشل نظرية القطب الواحد الامريكي، لان هذه الحرب نشات على خلفيه المعسكرين، معسكر امريكا ومعسكر روسيا، وبالتالي سيكون من نتائجها المزيد من الانقسام العالمي ولا عودة الى الوراء ولا قدرة Now, to move to more local or regional issues, I should say. Um, you know, it's, it's often said that Lebanon's problems can't be solved until the Saudis decide to play a more positive role in Lebanon. What is the Saudi role in Lebanon, and do you think it's possible for that role to ever be positive? <laughs> حل مشاكل لبنان يحتاج الى توافق داخلي ويحتاج الى ان تكف الدول الاجنبيه تدخلها وضغطها على لبنان واحده من مشاكلنا الكبرى هو التدخل الامريكي بالعقوبات وبحصار لبنان وبمنع العالم من ان يتعاطى معه اذا كفت الدول الخارجيه أيديها عن لبنان، لبنان بخير. من المفيد أن تكون السعودية على علاقة جيدة مع لبنان، لكن ليست هي التي تصنع لا استقرار لبنان ولا مستقبل لبنان. اللبنانيون هم الذين يصنعونه وبالتالي إذا بقيت السعودية منكفئة هذا شأنها. ولن يكون بناء لبنان بانتظار أحد أن يمد له يد العون. من هنا أريد أن أؤكد أن كل مشاكلنا في لبنان هو من التدخلات الخارجية والأفضل أن نتماسك لبنانيا من أجل أن ننجز استحقاقاتنا من دون ضغط خارجي You know, just to stay on the Saudis for a moment, um, they're also obstructing progress in Lebanon until there's a solution in Yemen. Do you see a connection between لا يوجد ترابط بين الأزمة اللبنانية والأزمة في اليمن. لكن الواضح أن السعودية فوجئت بما حصل في اليمن ولم تتوقع أن يتمكن اليمنيون من الدفاع عن بلدهم ومنع السيطرة السعودية عليهم، ولذا هم يحاربونهم الان ويواجهون ال اليمنيين ولا يريدون اعطائهم حقوقهم وهذا ظلم كبير تمارسه السعوديه بحق اليمن. هذا امر مفصول تماما عن موضوع لبنان. هم يتهمون حزب الله بانه يدعم ال اليمن وهذا احد اسباب موقف السعوديه من لبنان. نحن ندعم اليمن بالنذر اليسير ونحن نعتبر ان اليمنيين هم الذين يقومون بكل العمل، بكل الجهاد، بكل المواجهه من اجل استرداد حقوقهم. هذه حجه تقولها السعوديه وبالتالي نحن جازمون بان لا علاقه ولا صله بين اليمن ولبنان. وما يحصل في اليمن هو خاص باليمن وما يحصل في لبنان هو خاص في لبنان لكن السعودية مصدومة كما يقول أحد مسؤوليها أنهم دفعوا خلال عشرين عاما أكثر من عشرين مليار دولار مساعدات للبنان ولم يحصلوا على شيء السؤال ما الذي يريدونه من لبنان؟ يريدون أن يكون ملحقا بسياساتهم؟ هذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا اللبنانيون مستقلون ويأخذون قرارهم بمعزل عن الآخرين. من أعجبه أن يتعاطى مع لبنان هكذا أهلاً وسهلاً به. ومن لا يريد أن يتعاطى مع لبنان باحترام لخيارات شعبه هذه مشكلته هو ولكن لا علاقة لما يحصل في اليمن في لبنان. In the last two years, the Saudis and the Iranians have had talks uh, in Baghdad and other, in other places. Do you know where these talks stand and why is this important? معلوماتنا ان المباحثات بين ايران والسعوديه في بغداد حصلت خلال خمس لقاءات. وخلال اللقاءات الخمسه كانت النقاشات نقاشات تمهيديه لاعاده العلاقه بين البلدين. ولم تصل بعد الى تحديد خطوات عمليه من اللقاء الاول كان يوجد مطلب عند السعوديه ان تناقش مع الايرانيين قضايا اخرى غير قضايا العلاقات الثنائيه بين البلدين مثل قضيه اليمن وقضايا اخرى لكن ايران رفضت اي نقاش حول قضايا المنطقة وحصرت النقاش بالعلاقات الثنائية وأنها يمكن أن تساعد في قضايا المنطقة لكن لا تكون محل نقاش والتزامات أعتقد أن هذا الأمر أخر اللقاءات قليلا لأن السعودية كانت تتمنى أن يكون نقاش حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة الآن ادرك السعودي بان النقاش اما ان يتم بالعلاقات الثنائيه او لا يتم اعتقد انه في القريب العاجل سيكون هناك لقاء بين الطرفين لكن النقاش سيكون العلاقات السعوديه الايرانيه ولن تكون قضايا المنطقه والعالم مدرجه في هذا اللقاء I want, I want to ask you about the American role in Lebanon. There's the impact of sanctions, a lot of broken promises, um, interference in the country's internal affairs as well as the affairs of uh, countries in the region. There's also, of course, the impact of sanctions on Syria in Lebanon. So, how is the American how are American policies impacting Lebanon at the moment? Because oftentimes You'll hear them say, "No, we're not sanctioning Lebanon. We're just sanctioning certain individuals." But obviously, what the Americans do across the region also has consequences for Lebanon. So, I guess, generally speaking, what, what is your position on American policy towards Lebanon and, I guess, Syria as well? America has a in the region. and two مسيطرة على سياسات كل الدول في هذه المنطقة بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي كل المعايير. والهدف الثاني ان تكون اسرائيل هي الدولة القائدة التي تتمكن من الحضور القوي واستثمار كل واقع المنطقة في لبنان وغير لبنان وخاصة في فلسطين. هنا جاءت المقاومه في لبنان لتعيق هذين الهدفين الامريكيين من ناحيه كسرت اسرائيل ومن ناحيه اخرى لا ترضى هذه المقاومه بالسياسات الامريكيه التي تريد ان تجعل لبنان تبعا لامريكا واسرائيل بناء عليه اتخذت قرارا بالحرب على لبنان، امريكا الان تحارب لبنان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبكل المعايير. اما الكلام بان انهم يرمون عقوبات على افراد فهذه كلمات نظريه لا قيمه لها طالما ان كل الناس يرون كيف ان هذه العقوبات تنعكس على الاطفال والشيوخ والنساء وعلى كل المواطنين وعلى كل الوضع الاقتصادي وعلى كل الوضع المالي في داخل البلد احد اهم اسباب الانهيار الذي نراه في لبنان هو العقوبات الامريكيه من ناحيه وتشجيع الفوضى والاضطرابات التي كانت تقودها امريكا من خلال منظمات المجتمع المدني او المنظمات غير الحكوميه حيث كانت تعمل على قطع الطرقات والتخريب والتعطيل على الناس. اذا الحديث عن ان امريكا هي تستهدف افراد هذا كلام غير صحيح. امريكا تستهدف مجتمع بكامله، دوله بكاملها. طبعا هدفهم ان يضغطوا علينا حتى يقول الناس بانهم لم يعودوا يطيقون هذا الامر. ويضغطون على حزب الله ليغير من سياساته هذا لن يحصل وهم يعلمون انه لن يحصل واكبر دليل حصلت الانتخابات النيابيه اخذنا التاييد من الناس اكثر من انتخابات سنه 2018 يعني في انتخابات سنه 2022 زاد نوابنا اثنين كنا 13 صرنا 15 وبالتالي استطعنا ان نبقى قوه وازنه في داخل البلد وهذا مؤشر على فشل امريكا في الفصل بيننا وبين الناس. اذا اذا اردت ان الخص اقول امريكا تعتدي على كل لبنان من دون استثناء بالضغط الاقتصادي والسياسي والمالي وهي تحارب الاطفال والنساء كرمى لعيون اسرائيل ولمصالحها لكنهم لن ينجحوا. Well, since you mentioned Israel, um, Israel, as we know, is in, the, is in the process of establishing this new government that contains some of the most extreme parties in its history. Um, and of course, you know, even before when so-called, you know, liberals or leftists or whatnot were in charge in Israel, they were still racist against Palestinians and non-Jews uh, and practiced ethnic cleansing um, and apartheid as well as wars of aggression against neighboring countries. But it does seem that there is a difference between those traditional parties and these extreme right-wing parties that have taken over, which, you know, have been compared to neo-Nazi parties in Europe or maybe a kind of Jewish ISIS. Um, what do you think this means for Palestinians, for Lebanon, and for the region uh, that these extreme parties are now in charge in Israel? هي نتاج اختيار الشعب الاسرائيلي. وهذا يعني ان التطرف يضرب في العمق في داخل المجتمع الاسرائيلي. وفي نظرنا على كل حال لا يوجد فرق كبير بين هذه الحكومه وحكومه قبلها، لانهم كلهم حكومات احتلال. وبالتالي هذا الشعب محتل وهذه الحكومات محتله. ولا يمكن تلطيف الاحتلال بان نقول هذا متطرف وهذا محتل لبق بالنهايه يجب ان ينتهي الاحتلال وان تسقط اسرائيل وان يستعيد الفلسطينيون حقوقهم هذا الذي حصل الان في الحكومه المتشدده في اسرائيل هو في الحقيقه برسم الغرب برسم من يؤيد وجود اسرائيل انكم زرعتم وحشا في هذه المنطقه هذا الوحش يزداد وحشيه يوما بعد يوم لا يراعي وهذا الوحش ياخذ مكان الرجال والنساء ويقتل الاطفال ويرتكب المجازر والاعمال الشنيعه وياخذ الارض الفلسطينيه ويزيد الاحتلال ماذا نقول عن كيان إسرائيلي منذ تأسس في سنة 1948 مباشرة قرر قررت الأمم المتحدة أن تعطي هذا الكيان سبعة على تسعة من الأرض الفلسطينية يعني مساحة فلسطين 2700 كيلومتر مربع أعطوا الإسرائيليين 21000 ألف كيلومتر مربع قبل أي شيء وبقي الفلسطينيين 6000 كيلو مربع يقدمون منه منها كل فترة قسم من الأراضي تحت عنوان مستوطنات ولا يريدون إعطاء الفلسطينيين جزء من حقهم أنا أعتبر أن المشكلة ليست بوجود التطرف والاعتدال في داخل الكيان الإسرائيلي كل الكيان الإسرائيلي محتل متطرف كل الكيان الاسرائيلي خطأ وخطيئه في المنطقه يجب ان نتعامل مع اسرائيل انها محتله. So Lebanon, Syria, Iraq are all barely functioning states right now. People are suffering from sanctions, from massive unemployment, lack of electricity, other services. Of course, much of this is related to sanctions. and now with climate change, it does appear that there are new threats to stability in the region. Uh, given all of these hardships, is the threat of sunni extremist movements like isis over, or do you think are there new threats arising uh, as a result of all this instability? <laughs> والذي احضر داعش الى المنطقه من اجل تخريبها هو امريكا والغرب والذي قام باحتلال العراق وافغانستان وخرب المنطقه العربيه بتظاهرات واعمال تحت عنوان حقوق الانسان هو امريكا والغرب والان كل المعاناه التي تحصل في سوريا ولبنان والعراق والمنطقه وفلسطين هي بسبب امريكا والغرب ما دام هؤلاء يريدون الاستمرار بهذه السياسه بالعقوبات والضغوطات ومحاوله قهر الشعوب هذا يعني ان خطر داعش ومثل داعش سيبقى مستمرا لان داعش مولود امريكي ورعايه امريكيه وهم اعترفوا بذلك، كلينتون اعترفت بذلك من هنا اليوم داعش ضرب كمشروع كبير ضرب كاقامه دول باسم داعش لكن النواة لا زالت موجوده ومنتشره في المنطقه ونتوقع اعمال تخريبيه في عدد من دول المنطقه ولو بشكل تفجيرات او اعمال اغتيالات او ما شابه ذلك وكذلك يمكن ان تبتدع امريكا اشياء جديده لانهم وجدوا الى الان ان العقوبات وداعش لم يعطوا الثمره المطلوبه. قد نفاجئ بشيء اخر لا اعلم. Okay, now to move on to Lebanon specifically. Um, Lebanon recently reached this very historic maritime border agreement with the Israelis. How important were the weapons of the resistance in guaranteeing Lebanon got what it deserved? هل يوجد احد في العالم يشك ان ترسيم الحدود البحريه حصلت بسبب المقاومه اولا والتهديدات التي اطلقتها ثم التضامن الذي كان موجودا بين الدوله اللبنانيه والمقاومه وحسن اداره الدوله لهذا الملف بالتاكيد المقاومه هي التي سرعت الانجاز في لحظه ظروف مؤاتيه تخشى معها اسرائيل من الحرب وتخشى معها امريكا في توتير المنطقه امام القضايا الكبرى المنشغله بها في روسيا واوكرانيا والصين والاماكن المختلفه في العالم من هنا اعتبر ان هذا الانجاز انجاز الترسيم البحري هو واحد من الانجازات المهمه للمقاومه اضافه الى انجاز التحرير سنة 2000 والتحرير من داعش سنة 2017 ومواجهة الشرق الأوسط الجديد في مواجهة عدوان تموز سنة 2006 وهذه إنجازات للمقاومة. Your critics have complained from two different positions. Some say that Lebanon should have received more um, all the way to what they call Line 29. Others have said this deal is a, an implicit recognition of Israel because it was made with the Israelis. Can you explain why this agreement was, in fact, important for Lebanon and how do you answer these criticisms? ووزارات معنيه مختصه هي التي تقرر اين هي حدود لبنان لا يمكن الاعتماد في رسم الحدود البحريه على اراء سياسيه او اراء نظريه لبعض المثقفين او التاريخيين او الذين يشتغلون بالامور الجغرافيه لابد من حسم اين هي الحدود البحريه الدولة اللبنانية حسمت ان هذه هي حدودنا البحرية. نحن كحزب الله لم نتدخل في موضوع رسم الحدود البحرية. ما دامت الدولة هي تقول هذه حدودنا، نحن نعتبر ان هذه هي الحدود وكل النقاشات الاخرى لسنا معنيين بها. اما ان يقال بان هذا شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل، كيف يكون تطبيع مع اسرائيل وحتى الاتفاق على الحدود البحريه وقع على ورقتين مستقلتين وفي مكانين مختلفين وبالتالي حتى هذا الشكل لم نرضى ان يكون فيه تعبير عن التطبيع. هؤلاء الذين يحاولون الترويج لهذه المساله يريدون ايجاد ثقافه التطبيع لتسهيل قناعاتهم. وإلا حتى إسرائيل قالت هذا لا يعني تطبيع ونحن لازلنا على مشكلة مع لبنان بسبب حزب الله وبسبب الموقف اللبناني كل الكلام حول التطبيع هو محاولة تشويش على الإنجاز ولكن الإنجاز كالشمس لا تستطيع الصخرة أن تمنع ضوءها Now that the maritime border is complete, can you imagine Lebanon beginning negotiations over its land border? And what is your party's position on what Lebanon should demand? لا يوجد معركة اسمها معركة ترسيم الحدود البرية. لأن الحدود البرية مرسّمة ومعروفة، ولكن ما هو موجود هو أن إسرائيل تحتل أراضٍ لبنانية. المطلوب تحرير الاراضي اللبنانيه هذا لا يحتاج الى اتفاق مع الاسرائيليين يجب ان يخرجوا من ارضنا هل الظروف الحاليه قد لا تهيئ هذا المعنى من الانسحاب لكن اولا واخيرا لن يبقوا في ارضنا should Lebanon move past this sectarian system into a more equal political order and what kind of future government Would you like to see? النظام الحالي ينسب في دستوره الى اتفاق الطائف واتفاق الطائف حصل بعد خمسه عشر عاما من الحرب وبتدخل دولي من امريكا والسعوديه وسوريا مع اللبنانيين حتى انجزوا هذا الاتفاق اي تعديل جوهري او تغيير جوهري في هذا الاتفاق لا يمكن ان يحصل بسهوله بل لا اعلم اذا كان سيسبب حروبا او مشاكل او تعقيدات من وجهه نظرنا كحزب الله ليس لدينا مقترح بتغيير النظام وانما نحن نقول دائما فليطبق دستور الطائف واذا كان هناك من يرى بعض التعديلات الطفيفه يوجد اليات في البلد من خلال اقتراح للمجلس النيابي باغلبيه الثلثين تجري التعديلات الملائمه مشكلتنا في عدم تطبيق الطائف لان قسما كبيرا منه لم يطبق وإذا طبق هذا يعني أن الإدارة تصبح غير طائفية ويفترض أن يكون القضاء وكل المؤسسات تعمل للبنان لكن التطبيق العملي فيه مشكلة وكذلك الفساد المستشري وعدم إنجاز كل الطائف. So the last question I want to ask you about is the issue of corruption. Um, the americans of course are always saying oh hezbollah is corrupt uh, but then of course there are some people who do support resistance but then they'll say oh hezbollah puts up with too much corruption uh, hezbollah is too close to corrupt people hezbollah doesn't do enough against uh, neoliberalism neo and the economic order that's helped collapse lebanon how do you respond to this criticism that hezbollah a

وبالتالي عندما يكون هناك فساد في البلد عادة من يضع يده على الفساد ويحاسب الفساد هو القضاء. نحن رفعنا كثير من الدعاوي من أجل أن يحكم بها القضاء، لكنها وضعت في الجوارير. ما علاقتنا نحن إذا كان القضاء مقصرًا؟ وبالتالي هل يمكن ان نحارب الفساد الا عبر الطرق القانونيه؟ هل يريدون ان نضغط بشكل مباشر من اجل ايقاف الفساد؟ كيف؟ محاكم ثوريه؟ او بطريقه خارج النظام؟ لا احد يقبل بهذا ونحن لا نقبل بهذا. فاذا هؤلاء الذين يتهموننا بدعم الفساد هم في الحقيقه يريدون منا ما لا نتحمل مسؤوليته اي النظام القضائي الذي لا يقوم بواجبه وبعضهم يقول هذا ليدفع التهمه عن نفسه بانه لم يستطع شيئا افضل شيء يردها على اخرين ولكن نحن لم نقصر في هذا الامر وعملنا كل ما نستطيع اما بالنسبه للمشروع الاقتصادي لا يوجد مشروع اقتصادي لجهه سياسيه بمعزل عن تركيبه الدوله اذا كان تركيبه الدوله منذ سنه 1992 بعد الطائف تعمل على الغاء الزراعه والغاء الصناعه والاعتماد على الخدمات والبنوك والسياحه هذا يعني أنه لا يوجد بنية اقتصادية حقيقية للبنان حاولنا مرارا وتكرارا أن نطرح دعم الزراعة دعم الصناعة آه، القيام باستثمار البشري لأنه في قدرات وطاقات علمية مهمة في لبنان لكن الحكومات المتعاقبة لم تعمل في هذا الاتجاه وبالتالي لا يمكن للسياسات الاقتصادية أن تمر إلا عبر منظومة الدولة ما استطعنا قمنا به والباقي مسؤولية الجميع شيخ نايم قاسم شكرا نوصل. Thank you so much for joining me أهلا وسهلا